عليكم يا ولاد، عاملين ايه النهارده؟ بقى هنصور لكم بقى حاجات كده روتين كده في المطبخ. اول حاجه يا ولاد هعملها لكم، هعمل لكم التوم. تمام، هنفرز التوم دون، هنعمل كده بالمولكه بتاعتنا. استنى بقى عشان بدور عليها. الله، هي استنى بقى، هي وهنحط التوم بقى فيها. انا مش بحط معاه اي حاجه الا الملح، يعني هنحط ذره ملح كده معاه، يعني بتاع نص معلقه بس. هضرب نصه وارجع ثاني احط النص الثاني. تمام، واجيب كيس كده عشان نحطه فيه. انا اقول لكم بقى بنفرزه ازاي. تمام، هنشوف بس بنفرزه ازاي. استنوا بقى كده، نجيب كده بتاعتنا اهو، وعندي شويه حاجات كده بظبطها عشان كمان عايزه اعمل لكم الكبيره والكفته دي. طماطم وبانيه عاملاها برضو عشان طبيخ النهارده. شوفوا انتوا شايفينه ولا لا، مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا. تمام، هو ضرب معايا ضربه كده صغيره بس، ونحطه في الكيس على طول. ماشي، اول طوم اهو يا ولاد. طبعا هجيب الاسباتيوله عشان ايه احط على طول على الكيس، ونقوم قلبين النص التاني. هو دون توم صعيدي، فهتلاقوه حباية كبيرة. تمام، والاسباتيوله لانها بتنضف قوي بتطلع كل حاجة، فاهمين، ما بتسيبش اي حاجة. وهوريكم لسه هعمله ازاي، بحيث ان هو ما ياخدش مكان في الفريزر، وكمان ما يعملش ريحة، لان لسه له مرحلة تانية. يعني انا لسه بطلعه بعد ما يتجمد في الكيس جامد وهو مبطط، بطلعه وبعدين بقطمه قطمه قطمه على قد الاكله، يعني يبقى مربع مربعات صغيره كده، ويتحط في علبه مقفوله بقى، وخلاص بقى ولا ريحه ولا اي حاجه. استنى كده عشان انا مش شايفه هو جايب المولتة ولا مش جايبها. انا ده انتوا جايبين المطبخ كله ما شاء الله. تمام تمام تمام، يلا خد. طبعا الطبق ده حاطه فيه خضره غسلها علشان هقطعها، عشان هعمل ال عشان اعمل الكبيره والكفته. بحضر بقى عشان كده قلت لكم ده روتين كده ايه، شويه حاجات. بصوا معلش حته صغيره كده عشان اعرف اشتغل. حاطه لحمه راس على البوتاجاز تتسلق، عشان هنطبخ جنبها باميه بقى بلحمه الراس. انا بحب اعمل معاها كمونيه بس النهارده هنعمل باميه. تمام، خلاص ادي التوم، انا ما بهريهوش قوي او ما بفرموش قوي 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 قوي. تمام، هنحطه كده في الكيس. ماشي، وده اول حاجه هنعملها النهارده اللي هو التوم. وبعدين عشان استنى بس، عشان وقع وقع ده التوم. انتوا عارفين الكيلو ده بكام؟ ده نص كيلو. الكيلو ده ب 40 جنيه. بصراحه احنا ما لحقناش الموسم السنه دي. انا كنت بصراحه بجيب موسم وكده، بس كان عندنا، انا قلت لكم ان عم الولاد قاعد عندي وعامل عمليه وكده، فبصراحه يعني نسينا حاجات كتير. يعني انا ذات نفسي الشهر اللي فات ما رحتش جبت العلاج بتاع الشهر بتاعي بصراحه، اتنبخت نبخه سودا والله العظيم، كنت مجبوحه جدا والله. فايه هتلاقوني شويه حاجات كده مش مظبطه عندي. تمام، خليكم معايا يا ولاد. بصوا دي الاسباتيولا عشان ايه تجيب كل حاجه. ماشي، خلاص كده ايه كده الثوم كده خلاص اهو. ماشي، طبعا ايه انا مش هعمله كله، استنوني بس هنجيب فوطه واجيبها. بصوا يا ولاد دي فوطه مطبخ، اهي دي فوطه من بتوع المطبخ. انا عندي فوط للمطبخ، الفوط اللي بتقدم من البيت بحطها للمطبخ. خلاص، هناخد من دي معلقه صغيره عشان نحطها على ايه، على الباميه، لان انا هطبخ باميه فعايزه تومه، فاهي التومه اهي. خلاص، وبعدين اقوم عامله الكيس بقى بتاعي كده من فوق كده اهو، وقبل ما اربطه بطلع كل الهواء، كل الهواء، مفيش هواء خالص، وابدا اربطه من على الطرف كده خالص. ماشي، بصوا كده، وبعدين هسيب حته فيه مفتوحه على اساس لو فيه هواء برده يطلع. خلاص خلاص، واقوم قافله بقى. انا خلاص ايه عملته كده ايه، هيبقى مظبوط. ماشي اهو 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 اهو، بصوا حاول ان انا ايه اوازن، ما يبقاش حته تخينه وحته رفيعه. تمام اهو،
بس وهقسمه كده اهو مره واتنين اهو، وبعدين بحطه في كيسه كمان وبحطه في الديب فريزر. ماشي استنوني. قلنا بعد كده بنطلعه من الديب فريزر ونعمل ايه؟ ونقطمه ونحطه في علبه بغطا بس. خلاص انا طلعت معلقه اهي على جنب، ودي اللي هقلب بيها اصلا الباميه. هناخد بقى الباميه بقى نحطها على النار. خليكوا بقى معايا، انا عامله لكم كده ايه زي ايه، مش زي فيديو، زي لايف. ماشي نحط الباميه على النار. خلاص هنجيب الحله اللي هنعمل فيها الباميه اهيت. ماشي عايزين بس نفك الطماطم شويه، نحط لها ميه، نحط لها ميه سخنه. بصوا هنعمل كذا حاجه النهارده، يعني النهارده روتين فيه كذا حاجه. سامعين يا اولاد؟ شايفين ولا مش شايفين؟ شايفين ولا مش شايفين؟ وهقف بقى عندي كده ايه كوبايه وطبقين، اللي هو طبق الثوم، ولقيت كوبايه جوه عند محمد عشان انتوا عارفين محمد عيان وعامله له حاجات خطره. ماشي نغسل الطبقين والكوبايه عشان ايه يبقى الحضن دي في اول باول. انا والله عايزه احطه معايا عند الحوض بس مش عارفه عشان التصوير وكده مش عارفه. ماشي لسه عندنا برنجان هنقليه، عندنا حاجات كتير هنعملها يا اولاد، وفي خضره اهي انا حطاها في ميه علشان اقطعها معاكي، دي اللي هنحطها على ال على ال بسم الله الرحمن الرحيم، دي اللي هنحطها على ال عكبه والكفته اللي انا عاملاها قلت لكم بالشكال. ماشي يا اولاد اللحمه قربت تستوى هنطلعها من على النار. بصوا بقى هنعمل ايه، انا هعمل لها التومه اول، هنعمل لها ايه التومه اول. ليه بقى؟ عشان دي متفرده، دي متفرده. هنحط حبه السمنه كده ماشي، ومعاها حبه زيت ماشي، وبعدين نقوم بقى حاطين التومه بتاعتنا بقى. ماشي طبعا لما الزيت ايه يعني يتقدح، قلنا الماده الدهنيه بتاعتنا لازم تتقدح الاول او تسخن، وبعدين ننزل ايه بفلفل بقى يا جماعه، برده هننضفه برده ونقطعه عشان هنحطه على الخلطه بتاعت ايه بتاعت البرنجان، وهنقلي برنجان كمان. هنعمل كذا حاجه النهارده، النهارده يوم عالمي عالمي، هنعمل لكم كذا حاجه يا اولاد. ماشي ادي التومه خلاص بتت ايه بتتحمر، تتحمر في حبه سمنه وحبه ايه وحبه زيت، وانا محضره الطماطم، انا محضره الطماطم. بصوا يا اولاد انا عشان انتوا عارفين انا بفرز كل حاجه علشان تبقى سهله، انا محضره الطماطم هي مجرد ان انا حطيتها شويه في ميه سخنه خلاص فكت دي خلاص خلصت. تمام حاطين طبعا التومه اهي على النار، طبعا نحط بقى حبه الكزبره الجمال بتوعنا لان هي زي الملوخيه بعمل لها كزبره بصراحه. ماشي واحطها قبل ما تتحمر، ليه؟ عشان بتعمل ريحه، بتعمل ريحه حلوه الكزبره، بتعمل ريحه حلوه قوي للتومه. ماشي وطبعا النار بتاعتي لازم تبقى واطيه. بصوا بقى يلا يا ولاد خليكم بقى معايا، ادي الباميه خلاص التومه بدات ايه لونها يغير، خلاص بدات لونها يصفر التومه خلاص، عشان هحط بقى الطماطم اللي انا مفرزاها دي، وبعدين اقوم حاطه ايه الباميه على طول، او الباميه عادي هي هياها. ماشي انا بقول نعمل ايه، نعمل كيسين بامية، حاسه ان الكيس ده قليل مش عارفه ليه، نعمل كيسين علشان الكيس ده قليل مش عارفه حاسه كده اللي هو قليل. طبعا هحط لها ميه من السخان، انا عندي طبعا السخان اللي هو الغاز، السخان الغاز ده ممكن تاخدي منه ميه عادي، هو غير السخان الكهرباء، السخان الكهرباء الميه تتحوش جواه تبقى راكده وما تنفعش، انما دي الميه ماشيه في انابيب
زيها زي ميه الحنفيه بالظبط. فممكن تاخدي منه عادي وتطبخي. انا بحط الرز منه عادي وبحط على الاكل منها عادي. ماشي، هعمل كده كوبايه صغيره واحطها. انا برضو واقفه بغسل، يعني انا وقت بغسل المولد اول، يعني ايه شغاله في كذا حاجه وانا واقفه. ماشي، وانا واقفه كده شغاله في كذا حاجه. هناخد كوبايه ايه من الميه والقرص هحط الميه. استنوني، خليكم معايا. النهارده يوم طويل بس الفيديو حلو هيعجبكم. كنت اخدكم معايا النهارده في المطبخ اتونس بيكم. معرفتش افتح لايف بس قلت ايه اصور لهم فيديو كانه لايف بالظبط. ماشي يا اولاد، خليكم معايا. الحمد لله يا رب. واحنا قاعدين كده يا اولاد نصلي على النبي في الكومنتات وندعي لبعض دعوه حلوه. ربنا يصلح حال الجميع ويهدي الجميع. ودايما نقول ايه، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم ايه سالمين. ربنا دايما ينور طريقنا للخير ويبعد عننا الشر ويهدي الاحوال يا رب ويصلح حال الجميع. بصوا يا جماعه، اهون هنسيب بقى الباميه على النار تستوي. ده غطاها اهي، ده غطاها. مش عشان هنعمل حاجه تانيه، هعمل ايه بقى؟ هولع على العين التانيه واحط الشياطة عشان احضر له الرز. خلاص ده ميعاد الغدا. طبعا الشياطة دي انا عارفينها طبعا من ايام اجدادنا، دي انا معرفش استغنى عنها حتى مع الطقم الكفايه، معرفش استغنى عنها ومعرفش اقعد برده من غير ما يبقى معايا فوطه بنشف فيها ايديا دايما ايديا تتغسل وتتنشف. طبعا الحله هنا مزوطه الدنيا بتاعت اللحمه الراس، هطلعها بقى واصفيها وهطلع منها العظم والدهنه واقشط اللسان. اصبروا بس عليا حبه حبه. خلاص يا ولاد، احنا طبعا اتغدينا ونمنا وقمنا وعملنا المواعين وطبخنا وعملنا كل حاجه. ده بقى الجزء الثاني من بقيه الروتين بتاع اليوم. طبعا لما قمت بقى وارتحت والكلام ده، والثوم اللي انا فرزته لكم الظهريه كده او الصبح يعني، خلاص بقى مسك نفسه هو. وبدات بقى هبدا بقى اقطمه واحطه في علبه في الديب فريزر. ماشي، بنطلع على قد ايه؟ على قد الاستعمال. تمام، وبعدين هقول لكم بقى نعمل برنجان بقى ازاي. هعمل لكم بقى احلى برنجان وفلفل هتاكلوه في حياتكم. خلاص هنفكوا بقى من الكيسه. ماشي، طبعا انا ان شاء الله ناويه وانا بعمل مونتاج للفيديو ان انا ايه اجريه، لان انا هنا بتكلم بشويش. بصوا بقى بقطمه كده حتت حتت على قد الاكله، فاهميني؟ وانا بعمله كده حتى لما باجي افرزه واوديه لبنتي عشان مثلا يبقى عندها مثلا جايه من الكليه حاجه مستعجله، بعمله لها كده وبتعمله برده في علبه في الفريزر، فاهميني؟ عمره ما يعمل ريحه، لان العلبه بتبقى علبه بغطا، فاهميني؟ عمره ما هيعمل ريحه ابدا. انا بصوا بستسهل ان انا اقطعه بايديا حته بس على قد الاكل، يعني على قد ما احنا هنا ناكل او على قد ما هنستعمل. وهنحوش بقى حته ايه للخلطه بتاعتنا عشان هنعمل خلطه حلوه دلوقتي. الطشه بتاعت التومه بتاعت الباذنجان. ماشي كده ايه، خلاص ايه هو. بصوا فيه طبعا جامد قوي وفي ايه لا، فاهميني؟ اهو خلاص اتقطم اهو. هناخد نسيب بقى الحته دي كده ايه على جنب، دي اللي هناخدها في الطشه. ممكن ناخد حته كمان عشان دي صغيره. انتوا عارفين باذنجان حلو بيحب التوم. ماشي يا اولاد، طبعا هو كده ايه، هنجيب له بقى كيس بلاستيك وايه هنغطيه بيه لاني مش لاقيه دلوقتي ايه الغطا بتاعه. تمام، مؤقتا كده هنحطه في الفريزر العادي، وبعدين لما اخلص ابقى اروح اضيف فريزر ايه اعينه هناك في الدرج بتاع التوم والفلفل والحاجات دي. تمام، يعني هو في التلاجه. خلاص هنبدا بقى ايه، انتوا طبعا الكاميرا معايا شايفيني. هنولع بقى على البوتاجاز وايه ونحط ايه البرنجان. البرنجان كنت حاطه عليه ملح وصفيته من الميه بتاعته كلها، خليته زي الفل. خلاص بس كده اللي عملناها، هفضل اعمل المواعين ونخليها الدنيا زي الفل. ما بحبش حاجه حواليا، يعني الحواليا دايما يبقى حاجه نظيفه زي ما انت شغاله في المطبخ نظفي حواليك، يعني مثلا يعني وسخت طبق وسخت اي حاجه نظفي حواليك وانت شغاله اول باول.
طبعا هنا هطلع شوكه بقى عشان اقلب بيها. هطلع الشوكه، هطلع العلبه اللي انا هحط فيها الباذنجان اهي. علبه الغطا سلستين هي الغطا اهي سلستين ماشي اهي. محضره الخل وكل حاجه، وادي التومه وادي الباذنجان، وعامله فلفل اخضر اهو يا ولاد مقطعه صغير، وطماطمتين حلوين كده مقطعهم صغير ومقشرهم، او انا ما بحبوش بقشره عشان ما فيش حاجه تقعد في حلق كده ممكن تتاكل تضايقك. ده حاجه بيتي بقى بتبقى انضف من الشيره ماشي. كميه كده حلوه من الزيت شويه، وبعدين انا عامله الصغيره دي عشان ما تاخدش زيت كتير، بتاخد لها كذا برنجانيه. نقعد بقى ايه نقلي ونخلص خالص ايه، هنوقف لكم برده كده ونعمل حاجات تانية ماشي. انتوا شايفين وروني كده اهو، انتوا كده جايبين الترابيزه وجايبين كل حاجه اهو ان شاء الله. طيب تمام. انا بقى ايه عندي برضو ايه الخضره اللي انا قلت لكم كنت نقعها، عايزه برضو ايه هعملها برضو تمام، عايزه برضو اعملها ماشي عشان ايه دي اللي هنعمل بيها بكره بقى، هنحضر للكباب والكفته. الزيت كده ايه هجرب كده، لا لسه ما سخنش. طبعا هننقي بقى الخضره وننضفها. انا اصلا ايه بعملها، انا بغسلها اول. ليه بقى؟ لان انت لو ما غسلتهاش اول هيبقى القيمه الغذائيه بتاعتها بتنزل لما بتتقطع، فانت يعني اغسليها اول وبعدين قطعيها. وانا بقى لما باجي اقطعها يا حلوين ما بقطعهاش ايه بسكين، لا انا بقطعها كده اهو بالمقص على طول اهو. الخضره اهي في ثواني مش هتاخد وقت منك. دي انا عشان هنضربها في المولتة مع ايه مع الشكال او الجمبري، لان مثلا هنعمل مثلا كوبايه جمبري، وبرده لو هتعملي كوبايه لحمه على فكره هي نفس الطريقه. خلي بالك الفرق ان احنا عندنا في كوبايه الجمبري بنعمل حاجه اسمها ايه كوبيبه او مش كفته، كوبيبه حاجه كده مدوره بتبقى بالصياديه. هوريكم كل حاجه ان شاء الله بكره ان شاء الله. نشوف بس البتاع سخن ولا لسه. سخن اهو خلاص. هنبدا بقى نحط الباذنجان. انا بقول لكم للاسف الباذنجان مش انا اللي جايباه، هو راجل اللي جايبه لنا الدليفري، بس المره دي ما بعتهوليش حلو يعني، ما بعتهوليش حلو بهزر، مش عاجبني خالص ماشي. برضه ناخد حبه تانيين اهم عشان ايه نعملهم برضه بايه برضه بالمقص برضه زي ما انا وريتكم كده مقص. يلا طب انا عامل الباذنجان. بصوا انا متعوده ان انا لما باجي اعمل حاجه بتبقى ايديا في كذا حاجه، يعني انا بحب كده تبقى ايدي هنا وايدي هنا وايدي هنا. ممكن ابقى بعمل مواعين وحاطه اكل على النار بيتعمل، بقطف حاجه بروق حاجه كده فاهميني. حاسين ان انا بنزل شويه تعبانه اليومين دول على فكره، مش مظبطه خالص. طبعا انا ايه عينيا تبقى من الباذنجان عشان ما يبص فاهميني، عشان ما يتحرقش ولا يتلدع ولا حاجه. انا بعلي عليه مش بوطي عليه، ليه؟ عشان ما يشربش زيت كتير. خلاص وبص كده يحمر اهو من جنب، فلازم اجيبه على الجنب ايه الجنب التاني. وطبعا لما يتحمر ويطلع هوريكم هو محمر يبقى شكله ايه. بتطلعها زي ما بتاكليها يعني. بصي كان الله يرحمها قبل كريمه دي بتاع عمتي، كنت انا صغيره في تانية اعدادي او في اولى اعدادي، فكانوا موقفين نحمر بطاطس، فانا مش عارفه فرحت سالتهم هو انا اطلعها امتى؟ يعني امتى اطلعها من الزيت؟ قالت لي يعني رد جميل قوي الله يرحمها يا رب، طلبت لنفسها الرحمه. قالت لي زي ما بتاكليها طلعيها، شوفي بتاكليها لونها ايه وشكلها ايه طلعيها. طبعا انا ايه انا كنت يعني منقياها برده بس مش قوي. طبعا ايه الفره الاخيره دي هي اللي بتبقى ايه تمام يعني ماشي اهي يعني دي فهي. ويا دوبك اعمل دول واقوم اطلعها على طول الباذنجان لان خلاص ماشي. ثواني كده الخضره دي لسه هتتضرب في المولته يعني فاهمين، بس لازم عشان ما تبقاش ايه صعبه على المولته لازم نعمل فيها كده نقطعها الاول. انا عندي على فكره خضره في الفريزر بتاعت محشي، بس طبعا ايه الجبنه دي برده عشان ايه يبقى انا دايما بحب يبقى عندي في الفريزر احتياطي. ساعات بعمل يعني لو مفيش اكل في البيت او ما لحقناش نجيب اكل ولا كده بنعمل اي لقمه، بنعمل ساعات ممكن اعمل رز وبطاطس مطحونه بس بالحبش والطماطم زي المحشي كده. سيب ايه
تتاكدي من البودره، وانا حاطه الفوطه هنا على الحوض. خلاص هنطلعها بقى، هنطلعها بقى خلاص من على النار. طبعا انا وطي وانا بطلع اهو اهو زي ما بتاكلوه، زي ما بتاكلوه طلعوه اهو، ولا ابيض ولا ايه ولا محروق، يعني نص نص. ماشي، ونحط حبه كمان لغايه ما نخلص التنينه كلها. ماشي، هما اصلا ما شاء الله زيت كتير، فياخد ايه كده واحده يعني. ماشي، عامله زيت حلو ولا حبه حلوين. ماشي، ده بقى ايه حبهم كمان، خليهم نقسمهم كده دول كمان وخلاص. ايه ما عادش الا دور اهو. واحنا بنقلي الباذنجان عملنا الخضره. في ايه، في بعض الخضره ايه لونها غير سنه يعني، بس دي مش عادي شغاله يعني، مش بايظه يعني، لا بدات لونها مش يبقاش الاخضر الصريح، لا اخضر فاتح سنه بس ما صفرتش لسه. دي اللي صفره ودي صفره برضو. الصفرة بنطلعها بره. ماشي، خلاص عملت دول اهو، خلاص اهو اخر حبه دول اهم، نقطعهم كده. انا طبعا هحطهم في كيسه واحطهم في الفريزر عشان ايه نعملهم بقى يعني كبيره وكفته. بكره ان شاء الله نطلع الشكال على بيات، هي متنضفه زي الفل ومحطوطه في قوارب، اطلعها بقى علشان ايه اعملها لكم بقى واوريكم بقى الكباب والكفته البورسعيدي بقى على اصولها. بصوا بقى هنلم بقى القشرات دي كلها بقى خلاص. بصوا هنلمها كده واخد المقص ده لان خلاص خلصته عشان اغسله برده. هعلي على النار لان كنت وطيته وانا بطلع. ماشي ماشي، شوفي بقى المطبخ كده عشان ايه. ماشي ماشي، اول باول كده، اول باول كده يلا ولاد. واحد بقى حرام على فكره، الواحد هيجي في الست مش هيعرف يصور فيديوهات. كنت عايزه ايه من الثلاجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش من الثلاجه، مش من الثلاجه. على فكره هجيب كيسه احط فيها الخضره، معلش انا اسفه، كنت هجيب كيس احط فيها الخضرة. استني بقى كيس اهي، معلش بقى ايه هغرفها دي ولا هي دي زي الفل. كيس نظيفة عشان هي لو فضلت بره هتصفر، فلازم احطها في الثلاجة. طبعا مش هعملها فرزره يعني على حمام ميه ولا حاجه. ليه بقى؟ لان هي هتتاخد على طول، مش هتقعد شهر شهرين سنه، لا انا بفرز السبانخ والخضره على حمام ميه مغليه لغايه ما تهبط كده. طبعا انتوا عارفين الطريقه دي، لو مش عارفينها هنزلها لكم مره فيديو. على ما يبقى عندي ايه الحاجه هتقعد، يعني هتقعد ايه فتره، لما كده بكره هطلعها من الفريزر. فاهميني؟ انا بس اللي عملتها عشان الحقها، بس هطلعها من بصوا بقى الطبق اللي انا عملته غسلته في ثواني اهو برضه. اول باول كده ايه ما بسيبش حاجه ايه متوسخه. اول باول كان نفسي اقرا التعليقات واشوفكم والله، بس هنقرا التعليقات بتاعت الفيديو بقى ان شاء الله. هنحطه هنا في الفريزر الصغير وخلاص. ماشي اهو، الطحينه ايه الطحينه ميسره. ماشي، لما نخلص كميه البرنجان كلها، لما اخلص كميه البرنجان كلها بقى اوريكم نعمل الدومه ازاي. استنوني بقى. يلا اولاد خلاص اخر مقنايه هطلعها، خلاص دي اخر مقنايه قلت لكم انا هعرف وارجع لكم لما اخلص. خلصت هو دي اخر مقنايه. ماشي ماشي، هوطي بقى على الزيت، هوطي بقى على الزيت. بصوا البرنجان اهو اتقلى كله، مش منزل زيت ولا حاجه ومش شارب زيت عشان انا كنت حاطه ملح كتير وكده. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب التومه ونحط التوم في ايه في الزيت. انا وطيت عشان كده، انا وطيت عشان كده.
نحط الثومه، وبعد ايه اول ما تصفر كده هقوم نازله عليها بايه بالطماطم. هي إيه اصفرت تتولع، لان الزيت مولع اصلا. نحط الخل بقى بتاعي، بس بقى هحط الخل بتاعي، خلي كده حبه حلوين. مش هحط ملح يا ولاد، انا هحط شويه كمون لان الباذنجان اصلا كان فيه ملح، كان شبعان ملح زي ما بيقولوا كده، ان ما نقف ملح فتره. وادي الفلفل هحطه عليها، انا مش بحمر الفلفل، انا بعمله كده. ماشي، هناخد دول بقى نغسلهم وايه ونعلي بقى خلاص، لان انا كنت مغطيها علشان التومه. خلاص التومه عملت، خلاص الخلطه بقى اللي معايا دي بقى هسيبها على النار يعني 5 دقايق 7 دقايق. اول ما تغلي كده شويه وتتغير هرجع اوريها لكم بقى تاني لما تخلص. خليكم معايا، هي دلوقتي بتغلي على النار، انا سايباها. ماشي، عايزه برضو ايه من ضمن الروتين بتاعنا، عندي كده برنجان، برنجانه كنت شوياها، عايزه اعملها شويه بابا غنوج، احطها ايه في المولده. هي خلاص من ضمن بقى الروتين بقى، واحنا ايه هنعمل كذا حاجه كده النهارده. البرنجان انا بشويه من هو على البوتاجاز، هو توش الفرن بصراحه ولا حاجه، بشويه عندي هنا على البوتاجاز. ماشي، نجيب بس الطحينه، خليكم معايا ايه ثواني كده، خليكم معايا ثواني، حط حبه الطحينه عليه. ماشي، عايزه احط بقى الطحينه دي في الطماطم عشان تبقى تستويه النهارده، عايزه احطها في الطماطم. طبعا هي بتغلي معايا هي، وكل مدى ايه بتتهد يعني الفلفل بيستوى يعني او بيدخل في السوا، فاهميني؟ نحط شويه الخل هنا اهو كده اهو، مش هكتر قوي، وبعدين نقطه زيت لان ما كانش مطلع زيت في التخديعه بتاعته. ماشي، نقطه كزبره، نقطه فلفل، حبه كده حلوين كمون، يعني حبه كده. بصوا انا بعمل بصوا زي اهالينا بتوع زمان، هو انا كده بايدي، انا ما بعرفش بقى ايه هعمل الا كده. وهو الملح ده كده يا دوب، مش هنكتر ملح كتير، وهضربها في المونيكه اللي هي زي الكبه كده يعني. ماشي، وايه واوريها لكم. دي بقى بتبقى دريسنج كده ايه زي يعني زي سلطه كده مع السمك المشوي مع السمك المقلي. طبعا المصورة بعيش وتحيوها، انا مش بحب اعملها في الشوربة، انا بحبها مطحونة كده في الملكة. ماشي، ما شاء الله قوامها جميل، بس عايز ضربة كمان دلوقتي وانا بصبها ولا ارجع. ماشي، خلاص عملناها. ايمن هنجيب الاسباتيولا عشان نفك. ماشي ماشي، استنوا كده بس عليه ثواني عشان اجيب حاجه احط فيها. ماشي ماشي، وعملت لكم كمان بابا غنوج اهو كمان، والبرنجان عندك من البيت مشوي، تشوي في البيت، مش ولا تنزلي تشوي بره ولا اي حاجه. واحنا هنا مدينه مش قريه، فما عندناش الفرن اللي هما بيشوي فيه، يعني احنا لو قريه الناس بيشوي في فرن كده معين، احنا ما عندناش الفرن دوت. طعمها تحفه اصلا، انا البرنجانه دي كنت حاجزاها من البرنجان المقلي، يعني هي
استعطيت واحدة كده حلوة كبيرة ورحت شوياها على البوتاجاز ورحت عاملة الباقي مقلي بس فاهمني. الخلطة خلاص هطفي عليها على فكرة يعني خلاص الخلطة خلاص هطفي عليها واقوم حطها على وش على وش البرنجان اللي انا قليها تمام وحطها بقى ولما تضرب بقى هتاكلي احلى برنجان اكلتيه في حياتي اقسم بالله احلى برنجان هتبقى اكلتيه في حياتي. هي خلاص اهي خلاص بصوا بصوا بقى بصوا الجمال بصوا الجمال. استنى عشان لسه في طماطم لسه في طماطم بصوا بقى بصوا الجمال بصوا بصوا الجمال بصوا بصوا الجمال. انا بعرفش اقلي الفلافله زي ما انتوا زي ما هي كده والكلام ده انا بحب اعملها كده مقطعه واحطها كده على وش البرنجان هسيبه يبرد وبعدين هغطيه بقى واحطه في التلاجة ماشي هسيبه بس يبرد اول ما ينفعش الا ما يبرد. وادي بابا غنوجه اهون تمام يعني عملنا كذا حاجه واحنا واقفين مع بعض في الروتين. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو واعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وصلوا على النبي في الكومنتات ودعوا لبعض دعوه حلوه بحبكم قوي باي باي.